من النقاب والحجاب لفساتين مفتوحة، حالة شيحة صدمت الجمهور بإطلالة جريئة ليها بعد سنين احتشام. فيا ترى ليه رجعت تلبس تاني الفساتين الجريئة؟ جدل كبير أثرته الفنانة حالة شيحة الأيام اللي فاتت بعد إطلالتها الجريئة في فرح الفنانة الشابة جميلة عوض. فبعد غياب طويل وسنين من الاحتشام والحجاب، صدمت الجمهور والمتابعين بإطلالتها. ظهرت لابسة فستان جريء مفتوح من البطن وفي فتحة لجزء كبير من الرجل. مش بس كده، دي نشرت فيديو ليها على انستجرام وهي بتستعرض اطلالتها بفستان اسود قصير. كانت مبسوطة وسعيدة قدام المراية كأنها رجعت للحياة مرة تانية. ورغم ان اطلالة حلا عجبت كتير من المتابعين والجمهور، لكن في نفس الوقت كتير من المتابعين اتصدموا من اطلالتها، خاصة انهم كانوا متعودين منها على الحجاب والاحتشام. حالة اختارت انها تبعد عن الفن وهي في عز نجاحها. اتجوزت من شاب كندي ايطالي مسلم، لبست الحجاب وبعدها النقاب وبعدت عن الفن لمدة اكتر من 12 سنة. جابت منه 4 ابناء لحد ما أعلنوا انفصالهم 2019. بعدها حالة خلعت الحجاب وقررت ترجع مرة تانية للفن، وفي 2021 اتعرفت على الداعية الديني معز مسعود، اتجوزته ورجعت للحجاب مرة تانية واعتزلت الفن. وخلال سنين طويلة اتعود الجمهور والمتابعين ان حالة بتظهر بإطلالات المحجبات، وحتى لما قلعت الحجاب في بداية ظهورها كانت إطلالتها محتشمة وما بتلبسش فساتين مفتوحة ولا جريئة. لكن تدريجيا اتفاجئ الجمهور بان حالة رجعت تلبس جريء مرة تانية، خاصة في فرح جميلة عوض. كمان ظهورها مع الفنان احمد سعد والصورة اللي اتصورتها معاه وهي ماسكة ايده اثارت جدل كبير عن ارتباطهم، لكن حالة اكدت ان مفيش اي حاجة بينهم وانها اتصورت معاه صورة عادية زي ما اتصورت مع كل الفنانين الموجودين في الفرح، وقالت كنت بسلم عليه وخدنا صورة سوا. الكلام عن اي ارتباط عاطفي مش صحيح. أما والدها هو كمان اتضايق من انتشار أخبار ارتباطها ورد وقال حلا 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 مفيش غير حلا شيحة، هو مين أحمد سعد ده؟ مطرب ولا ممثل؟ ما يخليه في حاله، الإشاعات دي هم اللي بيطلعوها. أما بقى عن لبسها وخلعها الحجاب، فحلا تجاهلت تماما انتقادات وهجوم المتابعين عليها، وسبق وصرحت أثناء لقائها الأخير إنها خلال الفترة دي مش هتقدر تلبس الحجاب، وإنها وقت ما خدت القرار إنها تلبسه كانت شايفة إنه قرار صح، وكان عندها شعور روحاني بسبب الرؤية اللي كانت بتشوفها وهي نايمة، لكن دلوقتي مش قادرة تاخد الخطوة. وأكدت إن عمرها ما قالت على نفسها داعية، وإنها ما ختمتش القرآن زي ما البعض قال، ولا حرمت الفن، وإنها حاليا حابة تكون متواجدة على الساحة الفنية وترجع لأعمالها تاني. فيا ترى بعد الانتقادات اللي وجهها الجمهور لحلا ممكن ترجع لإطلالتها المحتشمة، ولا هتتجاهل انتقادات وتعليقات الجمهور ليها؟